هناك شاعر تواصل معه الأب يوسف سعيد، قرأت رسائله في موقع الغربة وكانت غربة عميقة. الشعر هو شربل البعيني المشرف على موقع الغربة ومجلة الغربة. يقرأ نصه الفنان المسرحي وديع عمسي، فليتفضل إلى نص التأبين. تلقيت عام 1978 دعوة للمشاركة بالمربد الشعري الثامن في العراق، فكانت المرة الأولى التي أعود بها إلى وطني العربي الأكبر بعد غياب طويل. كنت خائفا كطفل صغير يمم وجهه جهة الشرق ليبحث عن أب أضاعه يوم رحله، وما كنت أعلم أنني سأجده في بغداد كاهنا قديسا وشاعرا محلقا وناقدا متواضعا وصديقا قل مثيله. لقد وجدتك يا أبتي، يا شاعري ويا صديقي الأب الدكتور يوسف سعيد. عندها تلاشت غربتي واضمحل خوفي وأحسست أني وجدت الوطن. يا وطن القداسة لن تنطفئ شموعك، يا وطن الشعر ما أجمل بيوتك، يا وطن الصداقة ما أوسع حدودك. يا كاهن الرب ظللني بأبوتك، باركني بيراعك وسدد خطايا بقداستك. لقد كنت الكل في شخص واحد، فأحبك الكل وتباهوا بطلتك. رحيلك عنا خسارة لم تعوض، ومهما أحببناك لن نحبك قدر الداخل إلى ملكوته السماوي. فاهنأ برفقة سيد المجد، لأنك كنت المجد. وداعا يا أبتي وإلى اللقاء. ابنك الشعري شرب البعيني، سيدني استراليا. شكرا.